لهذا القرآن العظيم اختصاص في هذا الشهر الكريم، فليظهر أثر ذلك علينا. زمننا مملوء بكثير من قاتلات الأوقات، فينبغي ألا نجعل هذا الشهر صلة للأزمنة والشهور الماضية، بأن يستغله المرء منا بقراءة ما لا ينفع واستماع ما لا ينفع، أو بقراءة ما يضر واستماع ما يضر ولا ينفع. ثم ينبغي أن نخصص لمنازلنا جزءا من الوقت نقرأ فيه القرآن، وأن نقرأه بصوت يسمعه من حولنا، فإن الملائكة تحضر الاستماع تلاوة القرآن. وإذا قرأ المرء سرا فيما بينه وبين نفسه لا يكون له من الأثر ما إذا قرأ قراءة يجهر فيها يسمع من حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فلنحرص على أن نجعل بيوتنا سالمة من دخول الشيطان. إلا أن للأسف أن كثيرا من البيوت فيها ما ينفر الملائكة من معاصٍ أو صور مجسمة أو صور مرسومة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة.